أهلا وسهلا، مرحبا بكم مرة أخرى في هذا البرنامج اللي كان تيجيكم لأنه السلطة ديالي رمضان كان تيجيكم كل يوم خلال شهر رمضان، وكنا تجلس معكم هذه السويعة في مثل هذا الوقت باش نتكلموا على مختلف المواضيع المتعلقة بشهر رمضان وبغير شهر رمضان، وإن كان كما تنقول ديما المناسبة شرط. وشهر رمضان طبعا اثر علينا او فرض علينا المواضيع ديالو المتعلقه به، ولكن صراحه يعني كانت امور كثيره. المهم نبداو باتصال هاتفي، نشوفوا الاتصال الهاتفي. الو، مرحبا. الو، تقطع الخط. كنا بغينا نفتتحوا به قبل ما نبداو، ماشي مشكله، ممكن انه يعاود الاتصال بنا مره اخرى. فقلت بانه رمضان فرض علينا اننا نتكلموا حول مواضيع متعلقه به، وان كانت بعض المواضيع هي جايه من التفاعلات اللي تتكون سواء في الاتصالات الهاتفيه سواء في بعض التعاليق المحترمه، لانه للاسف الشديد تكلمنا على هذا الشيء مرارا وتكرارا، انه كاين ناس الله يشافيهم، الله يرزقنا واياهم بالشفاء والعافيه. المهمة ديالو في هذه الحياة أو طريقة التنفيس الوحيدة اللي عنده في هذه الحياة هي أنه يسب ويشتم، صراحة حالتهم مرثية وتستدعي الشفقة باش يكون إنسان هكذا، يعني نفسيته خايبة وعامر بهذه السلبية وباغي غير يسب الآخر، باغي غير يشتم الآخر. أسأل الله السلامة والعافية. هادشي ما يقول الإنسان ما يشمتش وما يتشفاش، ولكن حالة خايبة ما تبغيهاش حتى العدو ديالك. معني قلت بانه حتى بعض المواضيع كانت تجي من خلال التفاعلات اللي بيننا وبينكم، وكانت تجي بعض المواضيع بحال ما تكلمنا مثلا على تربيه الابناء والانترنت وداك الشيء، كان تفاعلا على بعض الاتصالات الهاتفيه اللي تكلمات او بغتنا اننا نتكلموا على هذا الموضوع. معني الموضوع ديال اليوم وحلقه اليوم هي تتمه للحلقه ديال البارح حول موضوع السحر والشعوذة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وخاصة في ليلة القدر. اللي عنده شي تفاعل حول الموضوع، اللي بغي يحكي لنا شي حاجة حول هذا الموضوع، اللي عنده شي تساؤل حول هذا الموضوع، اللي شاف الناس شنو تيديروا، شنو الممارسات اللي تيديروها الناس باش نكونوا على بصيرة، لأن احنا ما عارفينش كل شيء، باش نكونوا على بينة، باش نحضيو راسنا، لان هذا في جميع الاحوال هذاك الشر وهذاك السم اللي ممكن يؤذي اي واحد منا، باش اننا اللي عنده ما يحكي في هذا الموضوع يتفضل يتصل بنا على الرقم الهاتفي 06 82 01 88 23، 06 82 01 88 23. مرحبا بكم للتفاعل حول هذا الموضوع اللي هو موضوع السحر والشعوذة في الأيام الأخيرة من رمضان، وخاصة ليلة القدر. ليلة القدر اللي نتمناو أنكم تكونوا البارح دوزتوها مزيان بخير وعلى خير. ما غاديش نتكلموا دابا على ليلة القدر، هضرنا عليها البارح وقلنا بأن أصل الفقهاء مختلفين فيها، ولكن الناس صافي تعودوا على أنهم تيعزلوها، اختاروها أنها تكون في ليلة 27. الناس عندهم أعراف اللي باش ما نكونوا عاوتاني منطقيين ونكونوا منصفين، كاين أعراف جميلة وعادات جميلة تتكون في هذه الليلة. الناس تحتفل بهذه الليلة، تتصاوب ماكلة زوينة، اللي تيصاوب كسكسو، اللي تيصاوب صفة بالدجاج، كل واحد وشنو حسب العادة ديالو وحسب المنطقة. تتختلف الأكلات من منطقة إلى منطقة، وإن كنت اللي سنعرف حسب علمي أن كسكسو هو الغالب في هاد الليلة هذه. الناس تتصاوب كسكسو، كاين اللي تيصاوب صاعدي كسكسو تيصيفطهم للمسجد، هاد العام ما كاين مسجد، ما عندوش فين يرسل. كاين العادة ديال الاعتناء بالأطفال خلال هذه الليلة، وكانت تدار كاع بعض المواسم وبعض الناس يدوروا. المهم العادات كاين بحال فسلا مثلا ولا غيرها، كاين عادات معروفة خاصة في هذه الليلة. دابا مع الوباء مع كورونا ما كانتش، ولكن حنا سنهضروا دابا على العادات عموما اللي تيديروها الناس خلال ليلة 27. كاين مثلا الاعتناء كما قلت بالأطفال الصغار، تيلبسوهم، تيحنيو البنيتات،
تيلبسوا الوليد لباس تقليدي تيديوهم عند المصور، هادشي كله عادات جميله ورائعه، وتدير اجواء ديال الفرحه وتدير اجواء ديال البهجه، وما علينا الا اننا نشجعها، الا اننا نكون معها. كل شيء في احتفال، كل شيء فيه فرح، كل شيء فيه بهجه، سواء على الكبار او على الصغار، ما علينا الا اننا نشجعوه والا اننا نكون معاه. وما تنتبهوش وما تسوقوش لبعض المتشددين اللي غايجي يقول لك داكشي تخربيق وداكشي بدعه، واش كان في عهد الرسول هادشي، واش ما كانش، واش داروا الصحابه، واش ما عرفتش داك بلا بلا كلها، هذاك كلام فارغ. فرحوا مع راسكم، فرحوا بوليداتكم، مارسوا العادات ديالكم والتقاليد ديالكم لما فيها التأدى، لما فيها التضرر. ما يجي حتى واحد يفهم عليكم، ما يجي حتى واحد يقول لكم هذه العادات اللي تورثات ابا، تورثات ابا عن جد، عاد باش تجي انت في اخر الزمان تقول لنا بان داك الشيء ما خصوش يدار ولا ما خصوش يدار. فرحوا مع راسكم، فرحوا فرحوا بوليداتكم، فرحوا بالناس ديالكم. كما قلت ما يقول لكم حتى واحد بان هذا الشيء بدعه ولا هذا الشيء ما خصوش ديروه ولا هذا الشيء ما خصكمش، هذا الشيء بالعكس، هذا الشيء جميل جدا. بالنسبه للناس اللي تيعلقوا بناء على داك التعليق اللي قلت في الاول على الناس اللي السب والشتم، طبعا راه ماشي كل شيء، ماشي كل شيء. انا عارف بانه كاين ناس جميلين، كاين ناس محترمين بزاف، وان كان للاسف الشديد هذوك الناس اللي جميلين والمحترمين هو اللي تلقاه غير تسمع، ما تيعلقش. هذاك اللي عنده واحد الشحنه نفسيه خايبه هو اللي تيمشي تيبقى يعلق باش يسب باش يشتم باش يفرغ على راسو شويه هذاك. ولكن انا متاكد انه كاين ناس كثار تيحترمونا، وكاين ناس كثار تيحبونا لهذا، وهذا من الاسباب اللي تخليني زعما ما زعما سب شتم عاير، خذ راحتك، كتب اللي بغيتي، قول اللي بغيتي. انا داخلي مرتاح جدا ومتعود على هذا الشيء. نرجعوا للموضوع، قلت بانه العادات والتقاليد المحموده والجميله اللي الناس يديروها في ليله القدر، تيصاوبوا كسكسو، تيفرحوا بعضياتهم، تيلبسوا لباس تقليدي، تيطلقوا عود الند ولا تيطلقوا البخور، البخور ديال بصح ماشي البخور الاخر اللي غادي نهضروا عليه، تيطلقوا العود، تيطلقوا العود في الدار، تيديروا اجواء روحانيه في الدار. البنيتات تيديوهم يحني ويديوهم ويلبسوهم لبسات ويديروا لهم التاج ويصوروهم عند المصور، الوليدات تيلبسوهم حتى هما جليلي با وبليغا وطريبيش وتيديوهم يصوروهم. هادو عادات جميله ومحموده، وتبارك الله عليكم، وما عليكم الا انكم تحافظوا عليها، ما نبغيهاش انها تفقد، نبغي هاد الاجواء الجميله ديال الفرح وديال البهجه انها تبقى ديما. ما يجي حتى واحد يفهم علينا ويقول لنا بان هذا الشيء ماشي ما كاينش، وهذا الشيء بدعه، واش تخربيق، ومنين جبتوا هذا الشيء. هذاك الكلام ممكن انه يخليه عند راسو، ما عندنا ما نديروا به. احنا اي حاجه فيها الفرح، اي حاجه فيها البهجه، اي حاجه تدخل السرور لا على الصغار ولا على الكبار، اهلا وسهلا بها. ولكن تيديروا الحنه، العطور، الزيف الابيض، هادشي كله هاد العادات الجميله كلها اللي عند المغاربه، في اللي عند المغاربه اللي تتكون في هاد الايام الاخيره من رمضان، وخاصه ليله القدر، كلها عادات زوينه. بالعكس خصنا نحافظوا عليها، لان راك عارفين دابا مع هادشي اللي واقع ديال العالم، غادي بواحد السرعه كبيره، والتقاليد والعادات تتمشي شويه بشويه. بزاف ديال العادات الجميله اللي كانت راه تنشوفوا ما بقاتش، داك الاحتفالات اللي كانت داخل، اللي كانت في الدرب واللي كانت في الحي، غاديه شويه شويه تتنقص، كل واحد ولا مديها في راسو، الجيران مابقاوش يتجمعوا بيناتهم. على الاقل نحافظوا على الاحتفالات اللي داخل الاسر وداخل البيوت، على الاقل حتى هي ما نفقدوهاش، وما نخليوش السرعه ديال الحياه انها تفقدنا بزاف ديال الحوايج اللي زوينين، الحوايج اللي جميلين، في حياتنا. للاسف الشديد طبعا هذا العام ولا هذا العامين
ما هاد العامين ما تمكن الناس ما كانش بامكانهم انهم يمارسوا جميع هاد العادات بحريه بسبب الوباء. نتمنوا من ربي انه يرفعوا علينا، ولكن بالمقابل على الاقل داخل البيوت، على الاقل داخل الديور، راه مازال ممكن ان الانسان يحتفل براسو، يحتفل بوليداتهم. الحمد لله، الحمد لله. فهذا الشيء كله زوين وهذا الشيء كله جميل، ولكن اللي خايب واللي مؤسف، واللي مؤسف جدا 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 جدا، هو ان هذه الليله هذه وهذه الايام هذه تعرفت ايضا بانها مناسبه ديال الشعوذه ومناسبه ديال السحر. تخيلوا معايا انه انسان تيمشي يدير واحد المنكر عظيم، السحر والشعوذه من اعظم الجرائم في الدين، في الدين من اعظم الجرائم في الدين، تيمشي يديرهم ليله القدر. قال لك علاش اسيدي؟ قال لك لان الابواب ديال السبا تكون مفتوحه. منين جبتيها؟ جبتيها من الدين. علاش اسيدي تدير السحر وهاد الخزعبلات ديالك في ليله القدر؟ قال لك اسيدي تنديروها لان الشياطين تتكون مغلوله. منين جبتي هاد الشياطين تتكون مغلوله؟ جبتيها من الدين. ايوا الدين جبتي منه ان ابواب السماء تتفتح من هاد الليله، والدين جبتي منه ان ليله القدر ولا رمضان كله الشياطين تيتحبسوا، والدين ما جبتيش منه ان السحر جريمه. السحر سماه الدين بالكفر. لما الدين تيسمي لك شي حاجه انها كفر، عرف هذيك الممارسه هي من اقبح ما كاين في الدين، ومن أسوأ ما كاين في الدين، ومن اكثر الاشياء اللي ممكن انها تجيب لك الاثم، وانها تجيب لك الدم، هي ان شي حاجه تكون تسمها كفر. كاين بعض الممارسات اللي الدين سماها كفر باش يبين شحال قبيحه وشحال خايبه. ناخذ هذا الاتصال ونكملوا حول هذا الموضوع. الو مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. خير السي الاستاذ بخير تهنا. نعم. خير السي الاستاذ تهنا. لا لا يخطيك، الله يبارك فيك. شنو الاسم والمدينة؟ نعم. شنو الاسم والمدينة؟ المدينة سيدي اقليم تنغير. تنغير، مرحبا بالناس في تنغير. وشنو الاسم الكريم؟ نعم. الاسم. فاسكا محمد. تفضل السي محمد، مرحبا بك، اهلا وسهلا. الله يجزاك ودي الصحفي، كلشي مزيان. الله يخطيك. شنو التدخل ديالك؟ نغاشا الصحفي الله يجزيك بخير. واش تتهضر معنا بالامازيغيه؟ ما كرهناش نفهموك، ولكن راه ما تنفهموش الامازيغيه للاسف الشديد. ما كتفهم الامازيغيه؟ هضر اذا ممكن تتكلم معنا بالدارجه العربيه، لان الامازيغيه للاسف الشديد ما تنفهموهاش. قصحاب بزاف فيك الامازيغيه. نعم؟ ماش قصحاب كتعرفش الامازيغيه. ممكن تتكلم معنا بالعربيه؟ نعم نعم، واخا مرحبا. تفضل. غادي نسولك السي الاستاذ ياك. مرحبا، شنو السؤال ديالك؟ عندي واحد المشكل ياك. ديال اش مشكل؟ عندي واحد اختي الله يجزيك الخير ياك، كتهضر على واحد السيد شحال المده ياك، المهم ما يمك كتحاملو. مثلا للاسف الشديد ما تنفهمكش مزيان، شنو تتقول؟ صافي شوف بإذن الله نكتر العشية إن شاء الله يقدر نرسل نهضر معاك. صافي يلا مرحبا. نجيك واحد السي واحد الدري يفهمك مزيان. مرحبا. قلت للأسف الشديد أنه الشياطين، ماشي دابا راه الشياطين، راه ماشي الشياطين، راه هما المرضى كما قالت وداد في التعاليق، قالت لك بأنه راه الشياطين الكبار، المرضى، مرضة الشياطين، يعني دوك الواعرين، دوك الصحاح ديال الشياطين. فقال لك سيدي بما انه الشياطين تيتحبسوا في هذيك الليله، اذا هذا الشيء نمشي ندير السحر. وهذا الشيء عرفتيه من الدين، والدين في ان السحر من اكبر الجرائم اللي ممكن يرتكب الانسان في حياته، كما قلت قبيله، يعني تسمات كفر. الكفر بما الكفر شنو هو الكفر؟ الكفر هو تخرج من الدين، هو ما تبقاش مسلم. فالدين جعل السحر بمثابه الخروج من الاسلام، سماه بالكفر. علاش؟ باش يبين لك بانه جريمه، جريمه كبيره. حنا دابا ما تناقشوش في واش الساحر غادي ينجح في داكشي ديالو ولا ما غاديش ينجح. حنا عارفينو ما غاديش ينجح،
وهذا موضوع اخر، وعارفين داك التاثيرات ديالو غير تخربيق وغير اوهام، ولا يفلح الساحر حيث اتى، ولكن انا اللي تيضرني هو الناس اللي تيقوموا بهذه التصرفات، الناس اللي تيمشي اللي تيصدقوا هاد الخزعبلات. راه ما تتخيلوش شحال ديال الناس تيمشيو يمارسوا هاد الشيء. انا قريت تقارير صحفيه مشات داروا حوارات مع ناس تيمارسوا هاد الشعواده وهاد الخرافات في ليله 27. ما عطاوش الاسماء ديالهم، عطاو اسماء انونيم باش ما يتعرفوش، ولكن حكاو شنو تيديروا، عطاو المستوى الدراسي ديالهم، عطاو فين تيسكنوا، عطاو كل شيء، عطاو الاسم الشخصي كاع ديالهم، وعاودوا على الممارسات. صراحه في المغرب، تنهضر على المغرب، صراحه تصدمت. علاش تصدمت؟ مستوى الثقافي اللي لقيت ديال هذوك البنات، في الغالب بنات، قلت بنات لانهم في الغالب بنات، ما عرفتش واش حتى الرجال تيديروا هذا الشيء، ما عرفتش. الا شي واحد تيعرف الرجال حتى هما تيمارسوا هذه الممارسات يخبرنا ولا يتصل بنا. بحال واحد السيد اتصل بنا البارح فاش كنا تنهضروا على هذا الموضوع، وقال بانه راه حتى الرجال. صراحه انا باقي ما شفتش رجال، وباقي ما قريتش على رجال تيمشيو عند تيديروا الشعوذه باش حتى هو يجلب الحبيبه ولا حتى هو يربط الحبيبه، ما تشوفش شي واحد من غيره، باقي ما عمرني شفته. ولكن شفت الشهادات ديال البنات وتصدمت من المستوى الدراسي ديالهم. طالبات جامعيات، طالبة جامعية تتقرا في الجامعة، عندها سنة ثالثة في الدروة ولا ما نعرف فاش، والليلة ديال 27 جايبة شي ملابس داخلية ديال شي واحد ومقطعاهم وطحناهم مع شي بخور وشي أطراف ديال الحيوانات وما نعرف فين لايحاهم، قالت لك باش ما عمرو يهز يعاود يهز عينيه في شي وحدة، ولا عمرو تجيه الرغبة الجنسية في شي وحدة من غيرها. هي هذا قريت الحوار ديال، هي تتعاود، هي تتقول انا مشيت درت ليه هذا الشيء باش ما عمر الرغبه الجنسيه تجي الا معايا. قريت شهادات ديال ناس موظفات قاريات ومثقفات وتخرجوا وخدموا موظفات في مناصب مهمه، حتى هما تيقوموا بهذه الممارسات في مثل هذه. ايوا واش خليتوا الناس اللي ما قاريينش؟ اش بقى الناس اللي ما واعياش؟ اش بقى الناس اللي اميه؟ الى هادو الثقافه ديالهم بين قوسين بالقرايه ديالهم بكل شيء ليهم، وباقي تيامنوا بهاد التخراف، وباقي تيامنوا بانها ممكن تمشي عند المشعوذ باش انه يشوف ليها مع فلان ولا فلانه باش تربطو ولا ما نعرفش شنو دير ليه، ولا تجلبو، ولا ما هاجل بالحبيب، ها ربط الحبيب، هاد الثقاف، ها ما نعرفش شنو هو. ناس قاريين، هادي راه مصيبه عباد الله، مصيبه حتى للتعليم، كارثه على التعليم ديالنا. التعليم اللي تخرج منه واحد جامعي ما باقي عقله تيامن به بانه ممكن انه يمارس الشعوذه وممكن انه يمارس السحر باش ياثر عاطفيا على واحد الشخص اخر، هذا تعليم فاشل، هذا تعليم فاشل. شنو هذا التعليم هذا؟ بزاف ديال المخرفين وبزاف ديال المشعوذين تتلقى، وهذا حتى هو شفتي روبورتاجات مصوره تصوروا بالكاميرا الخفيه، السيارات اخر ما كاين في السيارات شادين الصف، اخر ما كاين في السيارات، مرسيدسات كحلين اخر ما موديلات، اخر ما كاين في الموديلات ديال السيارات شادين الصف عند باب المشعوذ. شاد الكارثه هذه، شاد المصيبه هذه. حنا تنهضروا على مجتمع عصري وما نعرف شنو هو، وشادين في يدينا بورتابل اخر ما انتج التكنولوجيا واخر ما انتج العقل البشري، وباقي شاد بورتابل بيدو اللي هو اخر ما انتج العقل، واللي هو شي حاجه الطب ديال استخدام العقل، وهو عقله تيامن فيه انه خصو يمشي عند المشعوذ، وانه خصو يمشي عند السحار، وانه خصو يمشي عند هذاك باش يدير ليه الحجاب، باش يجيب ليه القبول، باش يجيب ليه المحبه ديال شي شخص اخر. نساء قاريات تيشدوا الشعره ديال السيد وتيشدوا وتيمشيو يعطيوها للسحار
بحجه انه يدير لها السحر. وفوقاش في ليله بحال هذه، واش اخباركم انه كاين النساء اللي في ليله بحال هذه اللي هي ليله القدر تيجيبوا اليد ديال ميت تيفتلوا بها الكسكسو من الوسائل المعروفه، والمشهوره في الممارسات السحريه انهم تيفتلوا بيد ديال الميت. صراحه بيني وبينكم انا ما كنتش نعرف هذه القصه هذه، وشنو اللي غادي يعرفني بها هو واحد الجريمه كانت وقعت هذه شي 15 سنه تقريبا، شي 15 سنه ولا 17 سنه، كانت وقعت في لامورغ ديال واحد المدينه هنايا في المغرب، بلا ما نقولش من المدينه، اللي هو مستودع الاموات. هذاك مستودع ديال الاموات كان فيه واحد السيد عنده المراقبه بالليل، تيكون بالليل غير هو بوحده هو والاموات. واحد المره جات عنده واحد السيده قالت له عافاك، الله عافاك راني عندي واحد الغرض وراه غادي ندور معك. قال لها شنو هو؟ قالت له غادي ندخل عندك بالليل، غادي تديني، غادي تحل لي المجر ديال شي ميت، ما غادي نقيسو ما حتى حاجه، غنشد غير يدو وغادي نفسل بها الكسكسو ديالي وغنعطيك البركه ديالك وغنمشي في حالي. وفعلا داكشي اللي دار، قرر انه غادي يدخلها بالليل وغادي تجبد لي، غيحلها ديال شي ميت وغادي يعطيها تفسل به هذاك الكسكسو وغادي تمشي في حالها وغادي ياخذ واحد البركه وصافي، ما عاق بهم حد، ما شافهم حد. من بعد هذاك السيد خاف تخلع، قال نمشي نجبد ليها دابا ميات ونصدق في شي حاجه او ما عرفتش شنو، ما كانش عنده الميت هذيك الليله والله الله اعلم به. المهم انه في الاخير قرر انه ما يديرش ميت، قرر انه يعيط لصاحبه وانه يدير صاحبه في هذاك المجر اللي تيتحل وتيتسد ديال الموتى، وهذاك صاحبه قال له غادي تمثل بانك ميت، راه غادي تجي السيده غادي تشد لك يدك غادي تخشي في كسكسو، غتبقى تدور لك يدك في كسكسو غادي تمشي في حالها والبركه اللي عطاتني غادي نقسمها انا وياك. السيد تا طمع، قال له واش خاسر؟ تخشى واحد ربع ساعه في هذيك الصندوق، غادي تجي السيده غادي تمشي غادي نقسموا البركه. صافي داكشي اللي كان تصادق معاه. المهم جا قبل الوقيته اللي غادي تجي المراه، حيد له الحوايج، دخلو دار عليه داك ليزار الابيض وداكشي، دخلو في هذاك المورد. السيده جايه باش تفتل وجايبه معاها واحد صاحبتها، ديك صاحبتها قالت لي انت ما تتعرفيش في هادشي ديال السحر، انت باغا غير تفتلي بها كسكسو، انا باغا حاجه اخرى. المهم دخلهم قالوا لي فينا هو، قال لهم ها هما دخلوا حلوا هذاك المجر ديرو، انا تنتسناكم هنايا حاضي لا يجي شي واحد، المهم غير عافاكم سربيوني جبدوا له يدو دغيا وخرجوا. الاخر راه جالس تما تيتسنى، مشاو حلوا المجر جبدوا اليد بداو تيديروا بها، الاخرى جايبه معاها موس دايره في جيبها، جايه معوله على انها تضرب شي طرف من هذاك الميت. شدات جبدات الموس، شدات للسيد ودنو، ضربات ليه الودن، ناض السيد تيغوت. يا لطيف يا لطيف، ناضت فضيحة وجات الشرطة وكانت هذه قضية مشهورة، كانت تكتب عليها كتبوا عليها الجرائد وتعتقلوا كاملين ومشاو الحبس كاملين. شوف فين وصل الإجرام، شوف فين وصل الإجرام. جوج ديال النساء جايين، وحده باغا تفتل الكسكسو بيد ميت، وحده باغا تقطع ليه ودنو. صدق السيد مضروب في ودنو غادي للحبس من الفوق، ضاربه ليه ودنو موس كانت تطير عليه وغادي للحبس من الفوق. شوف الاجرام ديال الناس فين وصل، شوف الناس فين وصل التفكير ديالهم. وحنا فاش حنا في القرن 21، واحد السيد مثلا هنايا اللي تيقول بانه وما شفتيش التاثير، شنو هذاك التاثير؟ بما ان ما كنتش انا باغي نطرح هذا الموضوع، ولكن ما كاين حتى مشكل، بما انك طرحتيه، شنو هو التاثير ديال السحر؟ كيف بالله عليك
كيفاش بغيتي انت ان هذاك التاثير ما يكونش. الناس يقول لك لا راه فلان والله الا وقع ليه وعرفتي كان صحيح تبارك الله وداك الشيء عرفتي غيضربوا السحر كي ولا ولا ضعيف وجهه وحالته ما بقى قادر يخدم ما بقى قادر يدير والو. واش هاد التاثير كاين ولا ما كاينش؟ كاين التاثير كاين وشفنا ناس بعينينا وقع لهم هادشي، ولكن واش بتاثير الجن؟ واش بتاثير الارواح الشريره كما بغاو الناس يفهمونا؟ واه سيدي بلا جن بلا سحار بلا والو. دابا سيدي جيب لي تخربيقات، جيب لي واحد الطرف ديال الثوب، وجيب لي واحد العشوب ما نعرف كي دايرين، وجيب لي واحد الطرف ديال الضبع ميت، وجيب لي ديال الحيوانات ما نعرف شنو هو، ونطحن لك داك الشيء كله، ونوكلو لك، ونحطو لك في الماكله، وقول لي واش ماشي غي ماشي غي 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 غتمرض، إلا ما متيش راك لاباس. راه طبيعي ان داك الشيء اللي تيتوكل الناس اللي سميتو التوكال راه طبيعي انه يمرض الشخص اللي تياكلو لانه سم. واش عارف شنو تيتكال تما؟ مجموعه ديال السموم، مجموعه ديال 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 الخليط ديال ديال الاعشاب الضاره وديال اطراف الحيوانات تما مطحونه وعاطينا لك. قال لك التوكال وراه توكال نيت، هذاك راه توكال، هذاك راه سم حقيقي كلاه الانسان. كيفاش بغيتي الانسان يبقى طبيعي وهو كلا داك العجب وداخل فيه الشعر وداخل فيه الزغب وداخل فيه احيانا الحيوانات المنويه حتى هي داخله في داكشي وكل شيء مطحون، ودار لك معاك السكسو ولا دار لك مع ولا دار لك مع المرقه بطاطا ولا تخشى لك ما نعرف شنو هو في الرز بالحليب، وكليتي مع راسك وشبعتي مع راسك سموم وبغيتي انه ما يكونش تاثير. راه طبيعي انه يكون تاثير، ماشي التاثير ديال الخرافه، ماشي لان داك الشيء بما انك شفتي فلان وفلان 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 مرضوا به اذا راه داك الشيء خرافه. لا، تقول لي شحال من واحد بسبب هذاك بسبب هاد المصيبه ولا هاد الكارثه وقع له عجز جنسي وانه فعلا دخل على المراه وما قدرش وتثقاف وداك الشيء؟ دير الطبيب نفسي وتشوف واش ما يعالجلوش هذاك المشكل، هاك مشكل نفسي لا غير. جميع هذيك المشاكل اللي تنشوفوها عند الناس اللي تيحسبنا انها من تاثير الشياطين ولا تاثير الجن ولا تاثير ما نعرف شنو هو، هذاك تاثيرات حقيقيه. هذاك السيد اللي تيجي العجز الجنسي نهار الدخول ديالو على المراه هذاك مشكل نفسي تيمشي يتعالج عند الطبيب، الطبيب النفسي تيعالج له هذاك المشكل النفسي وتيولي عود. هذاك السيد اللي غيتيرد حشاكم وكله وضعاف وصحته غاديه في تدهور من تدهور الى تدهور، هذاك لانه كان تياكل السم، ماشي لانه جابوا ما نعرف شنو شي تخربيق ودردروه لاحوا على باب الدار وانت كنتي داخل، ولا هذاك السيد مش ما نمثلوش بشي حد، ولا هذاك السيد اللي تصاب به كان داخل الدار وتخطى عليه وبالتالي مرض. كاين شي خرافات نتحدى شي واحد انه يقول له هادشي بصح، وان هادو فعلا تاثيرات ديال الشياطين ولا تاثير. خصنا نحروا عقلنا من هاد الخرافات وما يبقاش يخلعنا هادشي. عرفتوا علاش؟ اللي تيخلي ان الناس بزاف ديال الناس يلتجؤوا لهادشي هو لما تنصدقوا ان هادشي كاين، ولما تنعطيو لهذوك الناس القيمه تيحسوا براسهم بانهم فعلا مؤثرين وبانهم بصح تيخربقوا الحياه ديال الناس وبانهم بصح تيقدروا انهم ياثروا على البشر. لما تنامنوا بهذا الشيء تنعطيهم قيمه. لذلك احسن حل وافضل حل لمواجهه الخرايف ولمواجهه الشعوذه هي نقول لهم داك الشيء ديالكم لا شيء، داك الشيء ديالكم لا تاثير له. ها انا نعطيك اللي بغيتي، نعطيك الزغب، نعطيك الشحال، نعطيك الحوايج دير بهم اللي بغيتي، نتحداك انك دير عليا شي تاثير. غير شنو المشكل اللي تيوقع؟ هو ان هذوك المجرمين تيستعملوا وسائل اللي هي تؤثر حقيقه. انا راه ما تنفيش هنايا ان بزاف ديال الناس مرضوا، ان بالناس بزاف ديال الناس حياتهم تخربقات بسبب هذيك الممارسات، ولكن غير اللي بغيت نوصل هو انهم راه تيديروا لك شي حاجه حقيقيه، تيمرضوك مرض حقيقي يا نفسيا يا عضويا.
شي جن ولا ما نعرف شنو هو ولا شي قوى ولا انه هضر مع شمهاروش ولا هضر مع ملكة ولا هضر مع ما نعرف شكون. كاينش هادشي، هادشي لا اساس له وما عمرو كان. هذاك امراض حقيقية، سموم حقيقية تتوكل الانسان. ايه مش بنادم واكل هذاك العجب كله وبغيتيه ما يمرضش، وتقول لي لا والله لا، وفاش ديناه وبدا تيرب عرفتي وهبط من فمه حاشاكم داكشي بحال الخيوط. ويلي ورا داكشي راه بحال الخيوط، ورا داك السموم اللي كلا ولات بحال الخيوط. تيقول لك سبحان الله عرفتي فاش ديناه وعالجناه وبقى تيرد وتيرد داكشي هكا المرار وداكشي، ورا السموم هذيك الحاج، ورا السموم اللي شحال وما تيوكلوها لك، شحال انت تضرب مع راسك وتيجيك داكشي بنين وانت قاص الطحن في السم. وطبيعي جدا انه لما تبدا واحد النوع ديال العلاج سواء حتى في العلاج التقليدي، كليتي شويه ديال العسل، كليتي شويه ديال زيت العود، بديتي تدخل ماكله صحيه لجسمك، حتى يبدا داكشي يخرج طبيعي، هادشي حتى يبدا داك الامراض يطلعوا. ماشي داك انه راه هذاك السيد اللي جبتيه مثلا يقرا عليك ولا يدير لك الرقيه راه استطاع انه يبطل هذاك الفعل ديال الجن الفلاني اللي حطوه لك في البلاصه الفلانيه، اللي داروا لك في البلاصه الفلانيه. غير ما نعمروش راسنا بهادشي، غير ما نعمروش راسنا بهادشي. فاش تنعمروا راسنا بهادشي تنعطيو المشروعيه لهذوك الناس، تنقولوا لهذوك الناس انكم اقوياء وانكم استطعتوا انكم تاثروا على الناس، بينما هما ناس ضعاف، هذوك مجموعه ديال النصابه. لما تنقولوا انسان مشعوذ يعني انسان نصاب نيشان مباشره، ما تيهضر مع جن، ما عنده تواصل مع شمهاروش، ما عنده تواصل مع ملكه، ما عنده تواصل مع احد، غير كذاب غير كذاب. هذاك انسان عاطي ربي شويه ديال الذكاء تيوظفو في النصب على الناس، والمؤسف جدا انه يلقى قبول عند الناس. المؤسف جدا ان ناس عندهم مستويات علميه، او مشيت نقول علميه، ان عندهم مستويات تعليميه مهمه تيامنوا بهاد الخرايف، ناس قاريين وتيامنوا بهاد الخرايف وتيامنوا بهاد المصائب وتيامنوا بهاد الكوارث. وكما قالت الاخت فاطمه الزهراء، اذا كان شي واحد غير اديك راه هو البشر، كاين لا جن ولا شمهاروش ولا ما نعرف شنو هو، الا شي حد غادي اديك هو البشر، الا شي حد غادي يمرضك في حياتك هو البشر، الا شي واحد قلب لك حياتك راسا على عقب وضرك واذاك هو البشر. لا الشخص اللي مشى عند هذاك المشعوذ باش يأذيك، ولا هذاك المشعوذ براسو اللي هما بشر. كاين لا جن لا شياطين لا يحزنون في هادشي، كاين البشر اولا واخيرا هما اللي تيأذيوك. واحيانا احيانا للاسف الشديد ان بعض الناس من باب المحبه يمشيو يأذيو الناس اللي تيحبوهم، هي باغا دير جلب الحبيب ولا ما عرف دير بالربط الحبيب، باغا تربطو باش بكثرة حبها ليه ما باغاهش يشوف جهة أخرى، تتمشي دير داك المصائب والكوارث اللي تتأذيه هو. أنا تنعرف شخص صديق ديالي، صديق ديالي سنين وهو تيتأذى وما عارفش شنو السبب ديال جيش تيتأذى. سنين هو مريض، تيمشي عند الأطباء، تيمشي عند هادشي وداكشي غير غير غادي زايد. عنده مشاكل في الامعاء، عنده مشاكل نفس، دارت ليه مشاكل نفسيه، دارت ليه مشاكل في الراس، دارت ليه مجموعه ديال المشاكل وما كانش عارف شنو السبب. وفي الاخير بعد سنوات شو غيكتشف شكون داير له داكشي كله؟ الزوجه ديالو. الزوجه ديالو هي اللي طلعت دايره له مشاكل، دوزت عليه سنين من التعذيب، سنين من التعذيب. في الاخر لقى حصل الزوجه ديالو للاسف الشديد اللي كانت تتبان متدينه، وهذه هو امر غريب جدا، يعني ماشي نقول امراه شعبيه عاديه، هذه امراه متدينه ودايره الحجاب ودايره السادل
ودايره كل شيء، دايره حتى النقاب، فواحد الوقيته كانت دايره النقاب كاع، وفي الاخير تيكتشف انها تتمشي عند شي مش انها تتمشي عند شي مشعوذين، وتتمارس عليه تتمارس عليه بحال هادشي، وتتعطيه ياكل وما خلات ما وكلاته. وشنو كانت النتيجه؟ شنو كانت النتيجه؟ هي دارت هادشي كله على ودو، النتيجه انه نهار اكتشف هادشي طلقها، وعندهم ثلاثه ولا اربعه ديال الوليدات، وهم مطلقين الى يومنا هذا. اي شنو استفدتي يا الاخت؟ شحال مشيتي وشحال صرفتي فلوسك عند المشعوذين، كنتي تصرفيهم في حوايج اخرين حلال اللي ممكن انك تخلي داك الزوج غير ما يزيد تعلقه بك، كون شريتي بهم ماكياج وشريتي بهم حوايج زوينين ديال الدار احسن لك الف مره من هذاك المشعوذ ولا هذاك المخرف اللي كنتي تتمشي عنده. كون هذاك الفلوس اللي مشيتي صرفتيهم على شي مشعوذ صرفتيهم على راسك، تهليتيها في راسك، تهليتيها في راسك وتبدلتي وغيرتي وما خليتيش يحس بالملل وما خليتيش يحل يحس بالقنطة، وتهليتي في وليداتك افضل لك من هذاك المشعوذ اللي خسرتي عليه فلوس باطل في الاخر. شنو كانت النتيجه؟ السيد مرض تهلك في الصحه ديالو، وانت مشيتي زيتي حوايجك مشيتي لداركم، والوليدات ضاعوا بيناتكم للاسف. للاسف الشديد المجتمع ديالنا باقي ماشي مجتمع عقلاني، خاص وهذا هدف خصنا نخدموا عليه، خصنا نتكلموا على هذه المواضيع، خصنا نجبدوا هذه المواضيع، خصنا نطرحوا هذه المواضيع، خصنا نفضحوا هذه المواضيع، خص الاعلام بكل وسائله يتكلم على هذه المواضيع، خص السلطه تدخل بقوه. ما مسموح تعرفي واحد تيمارس السحر ولا الشعوذه يمشي باب الحبس مباشره، السجن للمشعوذين. انا هادو ناس مؤذيين، تيأذيو المجتمع، تيأذيو البشر. تضبط شي واحد تا هو انسان عادي غادي تيقلب على السحار ولا المشعوذ باش يمارس السحر، خاصو يكون يتحال تا هو يرتكب جريمه. السلطه الا بغات تعقل المجتمع تا هي خاصها تخدم الادوات ديالها، الاعلام يخدم الادوات ديالو، الناس اللي تيمارسوا التوعيه يخدموا الادوات ديالهم. راه من غير المقبول، من غير المقبول انه في القرن 21 في سنة 2021 باقي تنمارسوا السحر، وباقي ممارسات ديال الشعوذة، وباقي هاد الممارسات الخرافية بزاف ديال الناس متأثرين بها. نتمنى انه تكون الرسالة ديالي واضحة في هذا الباب. خصنا نتعاونوا كاملين على اننا نحاربوا هذا الفكر هذا، نتعاونوا كاملين على اننا نقطعوا نهائيا مع شي حاجه سميتها شعوذه، مع شي حاجه سميتها خرافه، مع شي حاجه سميتها سحر ولا ماشي سحر. راه كما قلت البارح كاين سحر واحد، السحر اللي كاين هو سحر واحد وهو اللي هضر عليه القران، وما هضرش على شي سحر من غيره. يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، هذا السحر الوحيد اللي كاين اللي هو سميتو سحر، داكشي الاخر كله غير نصب على الناس. سحر واحد اللي كاين سميتو سحر التخييل، يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. العاب تيمارسها هذاك الساحر بحيث انك انت تتشوف الحاجه خلاف الواقع، فاش طلقوا الحبال ديالهم وداكشي ديالهم مارسوا السحر ديالهم لدرجه تتبان انها جايه، يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. هذا هو السحر اللي كاين، هذا هو الساحر اللي كاين، هو السحر اللي تغير لك غير الصوره ديال الاشياء ماشي حقيقتها. الحقيقه حاجه وانت عينيك تتولي تشوف حاجه اخرى، شي سحر اخر ما كاينش، شي سحر اخر غير موجود، غير موجود. نتمنى كما قلت ان الرساله تكون واضحه جدا. عواشر مبروكة، بقي لنا فقط يومين تقريبا على أيام العيد. نتمنى من ربي أنه يدخلوا عليكم بالصحة والسلامة، وأنكم تعيدوا وتعودوا، وأنكم تكونوا أنتم وليداتكم والناس اللي حباب عليكم واللي عزاز عندكم تكونوا بألف خير وعلى خير. شكرا لكم ومع السلامة.
you